واحدة جاية لنا من مجاهل شبرا، من مجاهل 10 سنين. مجاهل شبرا من وضعية يعني، من خلفية. مع احترامنا لأهل شبرا جميع، بقول لك من مجاهل مش من شبرا المجاهل. وليه خدتها؟ ومع ذلك وليه خدتها؟ لأن احنا المركز ده وظيفته أن يؤهل الشباب وأن يساعد الشباب، وخاصة من الطبقات المتواضعة والمقهورة. وكبرنا، وأول ما جالها وظيفة تانية أفضل في هيئة المؤتمر الأمريكي الإسلامي، إحنا اللي قلنا لها روحي، وعملنا لها توصية ريكومنديشنز يعني. وراحت اشتغلت هناك حوالي 4 سنين لغاية ما قامت هوجة على منظمات الأجنبية اللي بتشتغل في مصر، ودي كانت واحدة منها. فقفلت الباب في المنظمة اللي كانت بتشتغل فيها دي، وعادت اللي ابن خلدون تطلب العودة والعمل. نعم. زملائها، احنا عندنا المركز يدار بشكل ديمقراطي، خدنا التصويت فوافقوا على أن تعود. عادت، وبعدين بدأت تتدرج إلى أن أصبحت مديرة، مديرة للمركز. طيب، عقدها كمديرة ينتهي في نهاية هذا العام، اللي هو بعد شهر يعني. هي بقى تريد أن تقفز إلى مكان آخر.